أول مرة أشوف واحد يفتح صناديق يطلع له نفس السلاح الخرق هذا. شو أنا شو سويت في حياتي أنا؟ شو اللعبة زعلان علي؟ شفت قال لكم اليوم ما هو بيوم سعادة ولا هو بيوم حظي ولا هو اليوم يوم سيء، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. تعالوا لي اللي ضدي، لو 15 نفرات تعالوا كلكم، أنا خلاص قررت إني أعصب. ها هذا سلاح رجال بعد. جلطة جلطة جلطة، أسلحة أقسم بالله ولا لقيها إلا لقيتها في الأرض ما أخذتها. يجيبولها لي في الصندوق. يا رب يا رحمن. يا بيبي كوم اون كوم اون. دقيقة لازم أقتل الناس عشان يعطوني رشاش زي البشر. ها شوف شوف شو الأسلحة، بس لما تقتلهم بس لما تقتلهم يعطونك أسلحة. ها شوف 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 وش حصل هالآدمي. حياتك كانت سعيدة يا ابني. خلني أعشق سلاحك يا متخلف. أعشق سلاحك ثاني. لا معشق جاهز. أوكي آخ أخيرا جائزة ترضية. واحد نط من فوق الشاحنة. أوه واحد وراه بعد. الغدار الغدار يواجه غدارا آخر يقتله بشدقا. يا إلهي كم هذا رائع يا ابن الصحراء، كم أنت جميل يا ابن الصحراء. أرد على المشككين كم أنا رائع وجميل، حتى لدرجة أنا أقول لكم إني مالي خلق ألعب وقاعد ألعب. تخيلوا ما جمعت موارد، ما ولا لي خلق أكسر، بس أشوف واحد ميت خذ أغراضه وخلاص صلى الله وسلم. أوه شفته شفته والله شفته. أطلع أطلع ابلع. انا خلاص انا عصبت، قلت لكم اعطيتكم وجه لكنكم عصبتوني، خلتوني اصير اطلع لكم عيني الحمراء. الله قلت حيا اقسم بالله. قفل الباب وراك يا تعال. قال لك زابن، قال لك يعني اني انا زابن يعني. اوه طلقه يا عمري. اوه تعال احلف. ليش ابني مرة ثانية؟ تعال في 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 ناس تتقاتل بسنايبرات هناك. انني قادم اشقائي. I'm coming home coming home بام 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 I'm coming home coming home come. دقيقة وينه؟ اشتقنا يا حلو والله اشتقنا. شوفوه امزح امزح امزح، والله معك سنايبر. اذا انت معك سنايبر امزح، ما عندك ما امزح. اي والله مع سنايبر. شوف شوف شباب ما يبغى يموت. تكفى موت تكفى. ايش هذا؟ ايش هذا؟ والله هذا ما زي النفرات. انا اسف ادري اني احيانا اكون قذر لكني انسان طيب والله في الداخل. وش عندك؟ اوف انا قذر خلاص ابعد عني يا اخ. تتبتب عليكم. اصبر اصبر ترى عندي الانالوج خربان يا شباب، ما اقدر ابني بسرعه ولا اقدر الف بسرعه، واحيانا يتحرك لحاله. اوه الزون عندي وراي. تحسبني خايف منك؟ ايه هذا هو.
ابلع يا نوب. شو شات باني والله صراحة. اشتقنا يا حلو والله اشتقنا. سكارك ثاني يا الله. الحين الحياة ما شاء الله قامت تضحك لي، قبل شوي قاعد تتفل علي، الحين شوفوا كيف. ما أبيك، أنا آسف سكارتش. في أحد ما يبي سكارتش؟ نعم أنا، بس أهم شيء لا أحد ضدي ياخذه ويقتلني فيه. أوكي والله ما أبني. دقيقة أصبر. أيوة شفتوه، أنا شفته والله. هناك هناك في واحد كان يراكض زي الأرنب. شو مصير ابنهم في كل مكان زي كذا؟ أوه شوف هذاك وش لوته يا عمري. ما بقدر عمله صراحة، خلو شوي أبى أشوف وين غيره. يعني في سبعة والزاوية يصير أي هذا واحد. شفته شو زي هذا مثلا؟ في واحد قدامي بعد. هو في واحد قاعد من حديد هناك. تعالوا لي. لا لا ما معي موارد كثيرة، اصبر. خلص مارد، خلص مارد يا غبي. يا الله ما معي مارد، شو الحياة الصعبة هذه؟ أنا ايش سويت بحياتي أنا؟ وش الغلط اللي ارتكبته؟ أصبر. وين أبغى بجيد النذل؟ تعال عشان ما عادي يجي سنايبر بعد وراي واللي قدامي. تدرون لازم حد يكسر تحتي اهم شيء. مات؟ لا ما مات. اعشق اسلحتك كثيرا. اما ما بقى الا اوكي ما بقى شي كتير. جاب ار بي جي النذل. ما تخلص ار بي جي حقته ذا. اخر واحد خلى ار بي تنفعك يا نذل. تعال لي. احلف ما شفتك، ما شفتك. اعشق عشان اعطي فرصة لما تنكسر. يا قلبي وش فيك؟ هاي
ناين.